سمحت يا شيخ، زوجي تاجر، بتاجر في الصابون والحاجات ديت يعني. الله يبارك له يا رب. ويبارك لك يا رب. فساعات يجي مثلا واحد عايز حاجه هي مش عنده، فيشوفها له ويجي باعتها له وياخد مكسبه. هل ده بيع ما لا يملك ولا ده من التجاره؟ في نفس التخصص ولا ايه؟ المشري في نهر. صابون وبسيل وحاجات برضه، الحاجات الادوات ديت يعني. بعد ما يتملكها يخيره، يقول السلعه جاءت، تعال خذها ان شئت. طيب لما بيبيعها بيشتريها ويجي بيشتريها وهي عند الراجل ويجي بيعها له ما تيجي مخزنه. ما هذا لا بأس به، لأن رواية نهى عن بيع السلع حتى يويها التجار إلى رحلهم لا تثبت، إنما الثابت نهى عن بيع الطعام حتى يويه التجار إلى رحلهم. فإذا كانت السلعة طعاما معك لابد من نقل إلى الرحل، ليست بطعام جائز. السلام عليكم.